مساء الخير. مساء الخير التاسعة ليلا على قناة التاسعة، موعدكم المتجدد مع عندي ما نقولك في سهرة الجمعة، قضايا المجتمع، القضايا الإنسانية باش نشاهدوها مع بعضنا في هذه الحلقة. انتبهوا مليح، ما تغيروش محطة قناة التاسعة. برافو برافو لمشاهدي قناة التاسعة. ريهام مساء الخير. مرحبا بك عبد الرزاق وللناس اللي تابعوا في برنامج عندي ما نقول لك الكل. أهلا وسهلا بك، ضيوفك ودنيتك أكيد مرجلين، ضيوف من نجم يكونوا مرجلين. يلا نجم نقولوا توب عندي ما نقول لك. إي توب عندي ما نقول لك. توب عندي ما نقول لك. يلا. إذن في عندي ما نقول لك للمشاركة في البرنامج، تنجموا تعملوا أبل وإلا SMS على الرقم 28 835 3 أصفار. أعيد رقم البورتابل 28 835 3 أصفار، أو الاتصال مباشرة الشرقية 226 نهج المعمل. عندي ما نقول لك باش نتفرجوا في ثلاث حكايات، باش نتبعوا حكاية فرج اللي عاني من عجز جنسي خلى حياته الزوجية تتعقد وتوصل الأمور للطلاق. قديه عندك على الحالة هذه؟ والله من 2008 هذه. من 2008؟ من 2008 ل 2018، 10 سنين. 10 سنين. أنت في الحالة هذه؟ أنا في الحالة هذه. ومرتك قعدت معاك؟ والله قاعدة معي. لكن قبلها باش نكملوا حكاية رامي الشاب اللي حب يحرق الأوروبا بسبب التشوه الخلقي اللي عاني منه. والبداية باش تكون مع حكاية وفاء اللي توفى بوها مؤخرا، وقررت أمها ميرفت إنها ترجع ليبيا بسبب وضعيتهم المادية الصعيبة. قعدنا 3 سنين حصيل وطلبنا. مديت ايدي انا عمري وقتها من 8 9 سنين، اقل 7 8 كيكا، مديت ايدي انا وامي قدام جامعة وطلبت. وليتوا تتساولوا طلبه؟ طلبتوا معناتها؟ ندور على الديار باش يعطونا ناكل. وعلى ابوكم ما نجمش يخدم في ليبيا؟ ما عندوش خدمه. عندي ما نقول لك في سهرة الجمعة على قناة التاسعة، ونحب نرحب بوفاء في عندي ما نقول لك. مرحبا بك وفاء. اهلا وسهلا بك. مرحبا وفاء. وفاء منا اشرب هكا صحيح. هيا وفاء الشباب. وفاء مرحبا بك. عفوا مرحبا بك انت. اهلا وسهلا بك. فرحانه برشا اني بحبك. عايشك. اذا ما تقرصي باش تصدق معنا. نقرصك باش تصدق. لا نقرصك باش تصدق لي عبد الرزاق الشابي. هذا هو عبد الرزاق الشابي. هاي شكرا لك وفاء. هاي خليك عشك. مرحبا بك. مرحبا عشك يا رب. كيف تقدم لي روحك وفاء؟ وفاء مولوده في مازلت 23 سنه. فمني عايشة في ولايه نابل بني خليت، بطلت قرايتي من بكري معناها وعايشة. واضح. يلا وفاء التقرير هذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا يلخص حكايتك في دقائق. يلا نشوفوا مع بعضنا ونرجعوا للحوار. معاناة وفاء بدأت في عمر صغير، فقدت أختها اللي ماتت في حادث قدام عينيها، الشيء اللي خلف لها جرح كبير. وفاء من بو تونسي وأم مصرية، شئت الأقدار إنهم يعيشوا في ليبيا فترة في حياتهم. ظروفهم كانت صعيبة وقاسية، واضطروا إنهم يتسولوا هي وعائلتها باش ينجموا يعيشوا. وبعد سنوات غادروا لتونس وكانت ظروفهم على قدها، وحتى كي كبرت هي وأخواتها فإنهم ما كانوش قادرين على العمل بسبب مرض وراثي خلى نظرهم ضعيف. وتوا 7 أشهر توفى والدها، سندها الوحيد في الحياة، وكان مش من أهل الخير اللي عاونوها باش قامت بمراسيم الدفن. ما تلقاش وفاء كيفاش تقوم هي بعائلتها. واللي زاد من وجيعتها إنه أمها تحب ترجع ليبيا بعد ما تسكرت البيبان في وجههم في تونس وعاشوا الفقر والحرمان. والليلة جت وفاء عندي ما نقولك مستدعية ميرفت أمها، تحب تقنعها تقعد تعيش معهم وما تتخليش عليها هي وإخواتها. واضحة قصة مثيرة ومتشعبة أيضا.
أمك مصرية؟ إيه اسكندرية. شو اسمها؟ مرفت. مرفت. مرفت أمين؟ مرفت سعد. مرفت سعد قريبة الأمين زيد. نعم مرفت سعد إبراهيم. يلا اسم فني اسم الوالدة نتاعك. إيه يلا فني. وين تولدت أنت؟ وين تولدت؟ أنا اسمي زاد فني بابا يرحمه راه اسم وفاء مكي. هو بابا اسمه مكي. وفاء مكي؟ إيه كي راه الاسم هذاك وأنا معناها في الثنية فهمتني قال لي شو اسمي وفاء. وليت وفاء مكي. وفاء مكي اسم فني. يلا باهي وفاء احكي لي وين عشت طفولتك بديلي؟ عشت في حمام الغزاز. حليت عيني وقت عمري 5 سنين في حمام الغزاز. قريت غاديكا في الاولى ابتدائي في الروضه والكتاب والاولى ابتدائي فهمتني. عشنا طفولتنا مزينه برشا. كنا 6 في العائله امي وبابا واخواتي الاربعه نحن الاربعه فهمتني زوز بنات وزوز ولاد. عشنا لاباس الحمد لله يا ربي نحمدو ونشكرو. بابا كان يخدم كل شيء يخدمه بابا كان بحار فهمتني وكان يخدم زاده في اليوني. جينا في حمام الغزاز استقر غاديكا وبعديك جي عملت باسبورات. امي تحب تمشي تسافر للبلاد تحب تسافر العائله تشوف عائلتها تحب تسافر لمصر. اي تحب تشوفهم زياره معنا. قداش قعدت ما زرتهمش في الوقت هذاك؟ وقتها من 10 عمري 5 سنين وقتها دوبا حلت عيني بابا مشى عمل باسبورات باش نسافر فهمتني. يعني قال لي يا ربي انا 7 سنين معناها قريت ديجا في الابتدائي في الاولى ابتدائي عام 2002 في اخر 2001 سافرنا لمصر. قعدنا 12 يوم برك في الليلة نص تاع رمضان هبط أنا وأختي وقتها خالتي جد بحذينا مصرية هي فهمت في مصر نحن تو جد بحذينا خالتي قتلنا نجيبوا الجازوز وكل شيء قلنا لها باهي هي نحن صغار فرحانين بيهم. هبطت أختي نزلقوا أنا وياها على الطرابزينة كالحرف نتاع الحرف نتاع الدروج هي في الطاق السادس وأنا في الطاق الثالث ونلعبوا كيكا. أمي شددنا المارولة ضربتنا احنا ما سمعناش الكلام. طاحت كي طاحت تحت فوق ظهري وانا عمري وقتها 6 سنين وهي 9 كي طاحت تحت فوق ظهري انا حاولت نشدها عمري معناها ما نعرفش انو اختي طاحت اي ما كنتش اتوقع انا باش تطيح بالطريقه هذيك والا اختي اللي طاحت. انا كي ريت اللوطه تصدمت كي طاحت تحت على المقتل نتاع راسها على الحديد بالضبط فما حديد محطوط اللوط التو دمها موجود فك البلاصه فهمتني. نغزر لاختي قدامي ترفز ديجا معناها ما نجمها من حتى شيء قعدت نغزر لها وهي تموت قدامي معناها. بعدها قعدنا كي كان المدة اللي كملنا فات فينا وكل شيء تفنتوها غادية تفنيها غادي ما حبش القنصل يرجع حنا لتونس ما حبش. قديش عمرها وقت توفي؟ 9 سنين ما حبش خليها لي ترجع لتونس لهنا. رجعنا ليبيا امي ما حملتش امي قريب تقتل روحها بالسكينه. خالي طلع يجري يشدها السكينه صاين شدتها باش تقتل روحها على بنتها على اختي على اختي. حصيلو كي شدت السكينه باش تقتل روحها خالي جا ضربها بكف قالها اولادك اش تخليهم لشكو فيق فيق فيقها في 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 لحظه معناها اللي كانت صاين باش تموت. وانا نغزرها ما نعمل شيء خاطر انا صغيره فهمتني. وبابا يخدم وقتها في مصر في القاهره في القاهره ونحن في الاسكندريه فهم بحذا اهلها. اي ما مشيتوا مؤقتا انتم؟ اي مشينا زياره نحن في بينا مشينا 6 رجعنا 5 رجعنا لليبيا قعدنا في ليبيا. اختك في لحظه التيحه نتاعها وانت حذرت على كل شيء ما كلمتكش ما نجمتش تتكلم حاجه؟ لا ماتت سور بلاس معناتها في وقتها كي طاحت هزيناها في التاكسي هي ممدودة في التاكسي هكا على حجر جدي وانا وواحد معانا هزها فهمتني شخرت الروح بدات تطلع. كيف في السبيطار قال طلع لها السكر يعني في مزر غاديكا قعدوا يتفرجوا فيها الطب يعني. قلت له خالي ضربهم قال شوفوا حل الطفلة بتموت شوفوا الحل معناها ما نخليهاش هكاك مليكة معناها فهمتني. قال طلع لها السكر كيفاش طلع لها السكر ما عندهاش سكر اختي صغيرة ما عندهاش سكر. الضربة أثرت عليه فجأة ربما يعني يطلع السكر فهمتني. بعد رجعنا مشينا ليبيا حسيلو قعدنا فيها 3 سنين. علاش ليبيا مشيتوا لها؟ امي ما حملتش ترجع لتونس ما غير بنتها ما حملتش كانت ما تحبش ترجع لتونس. اي مشيت ليبيا قعدنا حسيلو ليبيا قعدنا فيها 3 سنين ما قريتش فيه ضاعت قرايتي ما قريتش حسيلو قعدنا معناها في عذاب. صحيح العيشه رخيصه غاديكا وعشنا في دار نتاع واحد تونسي يرحم والديه فهمتني وقرق بينا باش نقعدوا غاديكا اما ما عندوش بابا خدمه فهمتني ما عندنا حتى شيء ما عندناش ما قررت لا حتى شيء باش نقعدوا غادي. قعدنا 3 سنين حاصيل وطلبنا اي مديت ايدي انا عمري وقتها ما نعرفش يمكن 8 9 سنين اقل 7 8 كيكا مديت ايدي انا وامي قدام جامع وطلبت
وليتوا تتساولوا طلبة طلبتوا معناتها؟ اه ندور على الديار باش يعطونا ناكلوا. وعلى ابوكم ما نجمش يخدم في ليبيا؟ ما عندوش خدمة، أكثر حاجة خدموا غاديك المسارة. برشا توانسة خدموا في ليبيا على كل ما لقاش حاسين ما لقاش. أمي وصلت مرة معناها سبوا التوانسة، سبوا واحد تونسي في أمريكا شد تعليم سكينة، قلت لهم أنا تونسية مش مصرية، يعني ما تسبوش التوانسة قدامي، يعني أمي دابت على تونس. حاسيلو رجعنا بعد اخر عام 2005 2006 من ليبيا لتونس. أيه. هذا ما يعنيش انه برشا ليبيا باهين وبرشا أيه. لا فما جيران محترمين أيه. ومحلاهم أيه. ويحبوا تونس. ها اي فما الشاذ فما يحفظ ولا يقاس عليه في كل البلدان موجود الباهي والخاي. يلا روحتوا تونس. روحنا لتونس عام 2000 اخر 2005 على 2006 لهنا في تونس نحن. اي فهمني مشينا بحذا عمتي عمتي أخت بابا، مشينا بحذاها قعدنا بحذاها كل شيء، رجعين من السفر تعبين وكل شيء، قعدنا بحذا ليلة الأولى ليلة الثانية رجلها طردنا، خرجنا من الدار قالنا تخرجوا ما تساعدونيش، السبعة متاع الليل الدنيا باردة وكل شيء، خرجنا من الدار. أيوة قعدنا في الشارع، لقاتنا مرأة هذا كله وأنا صغيرة، ما نذكر لك كل هذاك وأنا صغيرة من الطفولة عديت يا وفاء. أقول لك أوجيك أكثر حاسيلو قعدنا في الشارع، فما مرأة معناها تقرب لنا هي فهمني، هزتنا للدار دارها عشتنا كل شيء، قعدتنا بحذايا كل شيء، بعديك لقينا مع مرأة كريناها بنيناها وكل شيء وقعدنا فيها والحمد لله لاباس. الحمد لله قعدنا فيها بلا يسقف، بابا بيع الأفسير متاعه وبنيها وكل شيء وربي ولك الحمد. بدينا ما فهميك بابا ولا يخدم في السويني ولا كل مرة في بلاصة وكل مرة ينقل بحكم نحن ما عندناش دار، كل مرة معناها في بلاصة فهمتني. نقلنا كيكة قعدنا هكيكة، قريت رجعت نقرأ هاي. رجعت للابتدائي كل شيء قريت وصلت حصيله حتى النوفيماني فهمني، زد معناها مشاكل ونقلة من بلاصة لبلاصة اللي حكمت عليا باش نبطل قرايتي نعاون بابا في خدمته كل شيء، وهذا كان أحلى من قلبي على سال خاطر مع بابا وامي مع بوكم مع بابا وامي وخواتي فهمتني. بعد المشاكل بدأت تزيد الضغط بدأ يكثر الخدمة بدأت تقل، بابا ماشي ويضعف ماشي ويتسل ماشي ويموت قدامي، أمي ماشي وتمرض وتطيح وراي أمي معناها كتراها تراها فدليكة تعود تراها من بعد تراها فدليكة كل شيء، وفوق هذا الكل تتحمل في قلبها فهمتني، متحملة في قلبها اللي ما يتحملوش جبل. واضح. وبابا كان مريض لطف عليك وعلي يسمعوا الكل لك بالكونسير. الكونسير سرطان وين جاي صدره في بدنه كل مريض ما فاقش بروح ما فاقش ما فاقش وقوي يقول لي انا قوي انا نوقف انا نحارب انا نخدم عليكم مدرشنية صحيح كيف هم مشاكل على الفلوس وامي اما كان مشجعني على الدنيا كان مشجعني مشجعني كان المر معاهم عسل المر مع امي وبابا عسل فهمتني ونخدم ونحاول وتهنت برشا معامل على خاطرني نمشي ديريكت ما عنديش هكا وهكا كي برشا عبيد كي برشا بنيت معناها فهمت احترامي للناس الكل فهمتني. تهنت ياسر خرجت من برشا خدم وما وقفتش تعرضت للتحرش خلينا نكون واضحين معناتها في الخدمه كي ما قبلتش كي ما قبلتش يطردوك ويطردوني بطبيعة المعنيين بالامر البعض منهم ديجا انا طبعا عندي جمعه التالي نخدم زيدا كيف كيف كي العرف أنا من الشيف جريران معناها من بكري هذه الحكاية فهمتني حطني في مخه دخلت بالعرف الكبير أنا حطيتها في مخه لي أنا معناها رفضت مرة الأولى فهمتني قال لي ليه ما عادش تساعدني قلت له يا عرفي راني تعبت رتا حاليا ما فيها شيء يعني واحد يتعب سبحان الله دقلة صعيبة رزينة قلت له عرفي رتا حاليا قال لي أخرج ديفينيتيف ما عادش ترجع إيه ما عادش ترجع وفوق هذايا متحملة وساكتة نرجعوا لل حسيلو بابا قلت لك فتك بالحديث في الكونسير بوك بابا اكتشفت انه مريض بالسرطان بشوي بشوي بدا يضعف ولا هو يعمل تحاليل يعمل فيه أشعة وكل شيء يحب يشوف شنو هو الوجع اللي جاته على صدره وهذيك فهمتني مشي ولا يعدي كل شيء كل مرة ماشي وتجي وجيحة أقوى كل مرة هو يتيح كل مرة هو يتوجع بحاجة يا بابا نحي الدخان يا بابا فك عليك راه باش يضرك مش باش ينفعك. بعد ما عدى معناها كل شيء قالوا دبيس قالوا دبيس بيس السبيطار ترقد في السبيطار مشى للنابل
أول مرة بيت في ابن خالي. شو جراله في الأخير معناتها؟ مر بمراحل العلاج. شو النهاية؟ صدقني طبيبة، لا صدقني طبيبة تقول لي شوميو، أنا ما فهمتهاش. يقول لي الدواء هذاك وقتاش ما نعرفش، ما نعرفش الحكاية هذه، ما نعرفش كون سيما تحكي معايا. قلت لها الدواء وأنا هاي نسمع فيها ونقول لها أي هو برا مش فاهمة شيء. قالت لي حتى باش نعمل الدواء هذاك ما عادش ينفع. صحيح ما تشوف حصلوا نغزر البابا، جبت له كل ماكينه معناها عاونوني كل جماعه باش ناخذ كل ماكينه باش نجم هو يتنفس. يتنفس النفس ياخذ فيه بالسيف، اللي ما يرقدوش مسكين يقعد قاعد، فهمتني. جبت له الماكينه، قعد داك الجمعتين متفرهد كل شيء يغزر لي، ديما يغزر لي بابا شبيك، يعمل هكا ويسكت. يا بابا شبيك يعمل هكا ما يتكلمش، يودع فيه. معناها اكثر واحده يحبني الحق، ما نكذبش، اكثر واحده انا متعلقه بابا ومعناها كيف كيف، معناها نموت عليه ونموت عليا، فهمتني. الروح متاعي انا بتبيع، نحب امي ما نكرهاش، اما كنت متعلقه بابا اكثر، فهمتني. يخسر لي ويهبط راسه ويضحك، وساعات نحس بابا عنده حاجه ما يحبش يقولها. نهار 27 مارس قمت الصباح، قال خويا، قال وجري لي خويا الكبير، قال وجري لي راهو عندي ماء طالع من خشمي. قلت بكش من الماكينه، طلع عند الماء ولا حاجه، بكش من الماكينه. بعد تلفت قعدت عند ركيه بابا، بابا شبيك، بابا بديت تيح، يا بابا شبيك، يا بابا شبيك، طاح بين يدي. ربي يرحمك. ربي قداش عنده اللي توفى؟ 9 شهور. 9 شهور مازال الكفن، كفن الكفن جابوه لي جيراني، صدقني معناها صدمت، تسكرت، انهارت، نهارت والله نهارت. وجيعة كبيرة، طفولة صعيبة، عشت صعيبة، طفولة صعيبة. انت حضرت على وفاة أختك الصغيرة قدامك وبوك، معناتها وجيعة كبيرة برشا 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 يا وفاة. طفت بخلص. الله يرحمه، الله يرحمه وفاة. اي وين وصلنا من بعد؟ توفى الوالد نتاعك، قعدت انت وامك، امك معاك. جمش ناخد 9 شهور قعدت بحث امي، جمش ناخد امي نهارت، وليت تقعد في الدار تسيح على بابا، فهمتني. انا كيف يعني، انا قوي في روحي باش هي تقوى، ما بكيتش قدامها، ما حاولتش نضعف قدامها، هي ما تضعفش، فهمتني. هي ولات زاد طاحت امي بالبساقة، عندها شاش من المفاز، زاد طاحت. يا ربي قلت باش هي تكمل تطيح، لان ما عنديش غيرها. لا لا بس هي باش تقعد لك ان شاء الله. باهي وفاء، شو اللي صار اخر يا وفاء؟ وصلني للموضوع الصحيح اللي جيت عليه. أمي ولات تحب، بعد كثرت علينا الحكايات، كثرت عليها هي زادة، كثرت عليها هي المشاكل وعلي أنا وعلى الناس الكليكا، تحب تمشي لليبيا، تحب تمشي بحدة أختها. ليبيا عند أختها في ليبيا؟ 35 سنة مرتهاش، ولا 37 سنة. أختها أيوة. الوحيدة اللي عندها تسأل بها. أيوا علاش باش تمشي لليبيا؟ شبيها مش في تونس. قالت لك نمشي بحدة أختي، قلت لها يا ماما كي تموتي غادي بكرتوش، قالت لي نموت بكرتوش، أنا نموت على قرقرة هنا. وما تقعدش في تونس؟ ما تقعدش في تونس. وش عندها امك انت وشكون اخر؟ انا وزوز اخوات ولاد. زوز اخوات ولاد، وزوز اخوات الاولاد وينهم؟ عندي خويا 31 سنه راجل، ما تخافش عليه، انا وخويا تخاف عليه. انا طفله راهو، انا طفله بلي هي باش تسافر، هي باش تمشي بعد اختها، وانا شكون مصيري؟ ما نمشيش لليبيا، ما نقعدش في ليبيا، انا بلادي تونس مش ليبيا. هي باش تمشي ليبيا، انا شنو نعمل؟ حكيت معاها قلت لها هذا؟ قالت لك انا نسكي ونمشي، باسبور خبيته عليها. ورق اقامتها مش مريقل. هي تحب تهزك معاها ولا تحب تمشي وحدها؟ قالت لي نمشي، قالت لي انا نمشي، تحب تمشي امشي معايا، ما تحبش تقعد لهنا في تونس. اقعد في تونس. اقعد في تونس. وتخليك انت في تونس. خبيت لها باسبور، وكان وصلت امي خرجت ما عادش ترجع لتونس، خاطر اقامتها وافيه، ورقها مش مريقل. امي تو قاعده في الروج، معناها كان يفيقوا بيتها ويسفرها. ولا مشكله كبيره، معناتها مهدده بالسفر ايضا امك. معناتها انت تنجم تقعد وحدك وفاء. وحدي في الوضعيه هذيك. حاول نقف على ساقينا، عملنا بابا وقتها في البريود اللي بابا مريض باش يتيح، معناها عملنا 80 عيجات تسرقوا قدام الدار، فهمتني. والحمد لله نوقف مادام امي معايا واخواتي متجمعين. بابا يرحمه هذيك حكم ربي، ما نجمش انا نغلب حكم ربي، اما انا قويه نجم نتحمل ونجم نخدم عليه، والله كي نخدم ليل ونهار. تخدم وانت خدمت، خدمت على بكره. باهي توا الوضعيه، امك تحب تسافر ليبيا، واخواتك الزوز الاولاد ما حكيتليش عليه. عندها شويه مشاكل مع خويا الكبير. عليه مشاكل خويا؟ بابا هو يحكي خير، خاطر خويا سعيد ممكن يتعارك معايا، ممكن ما يحبش. بابا هو يحكي. ليه علاش مشاكل؟ شو مشاكل بين بعضهم؟ مشاكل معناها كبيره. بين الزوز اخوه؟ لا بين امي وخويا.
بين امك وخوك؟ ايه مش متفاهمين. بين امك وخوك؟ خوك صغير هذا؟ خوي الكبير. خوك الكبير، علاش مش متفاهمين في تقديرك؟ فما مشاكل، اما ما هو منعني باش نحكي فيه الموضوع هذا. هو منعك؟ ايه. ايه محبش. شوف هو منعك تو نشوف. باهي، علاقتك بامك كيفاه؟ والله طيبه. امك اللي تحب تسافر وتخليك والله. تحب تسافر وتخلي. اي هي ريت هي باهي راهو، اما عندها هكا العصب والغش، وزاد كثر كيمات بابا. زاد كثر كيمات بابا، معناها ولت اقل كلمه انتم تجيو عليا، خل ابوك خلوني وحدي هكا، وانتم باش معناها انا سبحان الله عندي حكايات، ما عندي مشاكل، عندي خدمه، عندي كذا خمم فيها، عندي معناها حاجه نحب نعملها نحسن لها وضعيتها، فهمتني؟ ما نحبش نخلي نحسسها انه بابا مش موجود. نحب نقول انا بابا، انا معناها مكي، وانا وفاه، وانا كل شيء، فهمتني؟ المفروض ما تخلينيش، قويني انت، خليني نقوى في الدنيا. راكي انت تمشي، انا نتهد، وراي تعرفني قداش قويه وقداش نتحمل. وهني قلت لك المر في بقى وقت بابا موجود حلاوه وعسل. اليوم مريت بظروف مع ابوك خايبه برشا، لكن اليوم الظروف افضل، معناتها تنجم انت تخدم وتصرف على امك، وعندك زوز خواتك تنجم تصرف على يخدموا ويصرفوا على امهم. امك ما تخدمش في تونس، مريضه امي، ناقصه عمر، ما تخدمش. وفاء، أنا سؤالي في عندي ما نقول لك اليوم، أنت في الليلة عندك برشا رسائل تحب توصلهم، سواء لأخواتك، سواء لأمك، سواء وأيضا البوك اللي متوفي، وكأنك أنا نحسك كرمته بالكلام ذاك اللي قلته، حسيتك تفرهدت أنك حكيت على بوك بذاك الشعور البنين الحلو المزيان، واللي أنت تحب بوك على الأخر على الأخر، وظهر وخلى عليك بلاصة كبيرة كبيرة برشا، أنا متأكد من هذا. شو تحب من خلال عندي ما نقول لك؟ شحبيت والله، حبيت برحلتي الكل، حبيت نقابلك الصح، حبيت قبل قبلك انت ونشوف يعني نحن تقبلنا وفاء. ربي يخليك يا وفاء. توا انا نتمنى انك تعاوني زيدا باش تقنع لي امي، تقنعها، قولها ما عندك بنتك شكون تخلى، قل بنتك شكون تخلى. واضح، يعني نحاولوا نقنعوا الوالده باش ما تسافرش، باش تقعد في تونس، باش ما تضيعش وفاء، باش ما تضيعش الدنيا معبيه بالذيب. عم نقاش شكون صياد يحميني، ما نجمش نعيش. نوعدك اني تحب ترى وتصدقني باش نقنع، حتى في خدمه ما نجمش نواصل، معناها نفسيتي تعب، ابدا انا نخدم ومخي في امي، تسشي ساك وتخرج، ومخك في امك انه تسافرش وتخليني، تمشيش تعملها العاملة، تمشي بحذا حد وما نعرفش عليها، وما عندش تليفون حد باش نكلمها، ولا تمشي معناها ديريكت، تمشي للسفارة نتاعها تشوف حد يهزها، تسافر لي حتى ليبيا ولا مصر، ما عادش نجم نرجعها. واضح. ونقعد وحدي ونقعد ضايع انا وخويا الصغير، خويا الكبير ساي يعرف روحيته ويعرف روحه. واضح وفاء، رسائلك باش توصل، مضمونة الوصول للوالدة نتاعك. يلا خلينا نمشيو للأجزاء الأخرى تاع عندي ما نقولك.